السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة نموذجية لمادة اللغة الإنجليزية الامتحان الشامل استعدادا للامتحانات الوزارية البكالوريا. هذه أسئلة لأحد المدارس جرت امتحاناتها هذا اليوم اللي هو 27/4/2022 ونزدي أسئلة مادة اللغة الإنجليزية، راح نحلها أنا وياكم. السؤال الأول يقول read following passage carefully then answer with true or false، يعني أقرأ القطعة بعناية وأجب بالكلمة الصح أو خطأ على العبارات الأسفلها. Humans have landed on the moon 6 times، يعني البشر هبطوا على القمر 6 مرات. 12 astronauts have walked on it، 12 رائد فضاء مشوا عليه. In the future I think humans will go to Mars، في المستقبل أنا أعتقد أن البشر سوف يذهبون إلى المريخ. Mars is a lot farther from Earth than the moon، المريخ هو أبعد كثيرا من الأرض بالنسبة إلى القمر. The quickest travel times will take it about 9 months، يعني أسرع رحلة سوف تستغرق 9 أشهر. Scientists think that there is probably water on Mars by 2050. يقول العلماء يعتقدون من المحتمل وجود ماء على كوكب المريخ. By 2050 we will have faster spaceships، في عام 2050 سوف تكون المركبات الفضائية أسرع. There will probably be lots of robots to help humans، واحتمالية وجود الكثير من الروبوتات الآلية التي تساعد البشر. راح نجاوب human have walked on the moon، البشر استطاعوا السير على القمر. الجواب نعم استطاعوا، فنجاوب نقول true. جواب راح نقول true. زين نجي على الوراها، الجملة الوراها يقول Mars is farther from the Earth than the moon، القمر أبعد، المريخ بعيد من الأرض بالنسبة إلى القمر. الجواب أيضا true. الثالثة It will probably take 10 years to travel to Mars، يعني من المحتمل أن نستغرق 10 سنوات للذهاب في رحلة إلى المريخ. الجواب 9 أشهر. الجواب false. نجي هنا يقول Scientists think that there is water on the Mars، العلماء يعتقدون بوجود الماء على المريخ. الجواب نعم true. نقول space ships will be faster in 2050، صحيح أيضا true، سوف تكون أسرع في السنوات الأخيرة بعد يعني في 2050. Uranus is the farthest planet from the sun، نبتون اند اوراناس هو ابعد كوكب الى الشمس. الجواب نعم اترو. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال الوراء يقول choose the correct answer between barked، choose 5، اختر الاجابة الصحيحة بين الاقواس. what is the another word from cook in restaurant، الكلمة الثانية لهذه هي شنو قايلين احنا؟ قايلين شيف. الجواب راح يكون شيف. زين نجي يقول how did Mr. Chrome cook his new invention، شنو اختراع مستر كروم الجديد؟ شنو كان بس طه ان اويل، بالزيت. نجي على الكلمة اللي وراها يقول which service does احمد بريفر، كان احمد شي يفضل يا يفضل بريك فاست، بريك فاست. نجي هنا على الجملة اللي وراها what did he the customer want، كان شيري كان يريد كريسبي فراير، كريسبي بي فرايرز. نجي على الجملة اللي وراها يقول ان Iraq Mother Days is in، العراقيون يحتفلون بعيد الأم في مارتش، في آذار اللي هو 21 آذار، خافت إنسانة في سعيد النوروز.
يقول the laptop they bought is black with silver keys و silver with black keys. هو اختاروا silver with اشتروا لابتوب فضية بلاك بلاك كيز بلاك كيز. هاي بالنسبة لحل هذا السؤال. السؤال اللي وراه يقول choose the correct answer، اجب اجابة صح او خطأ. جابتر از ذا بيج لو بيجست، احنا قلنا لكم اذا تشوفون ذان تختارون بيجر، بما انه ماكو ذان فاختار بيجست، اختار بيجست وقبلها ايضا ذا. زين اجي على الجمله اللي وراها، يقول يو ماست بي كيرفول وين يو سلاي، عندما اقطع، اقطع شنو؟ خب مو الاويل، الزيت، اونينز، البصل. الجمله اللي وراها يقول اجاك از made of glass، الجاك عادة يصنع من الزجاج. يقول I live in بصرة، يحكي عن مكان، فإدلو ذي، الاختيار هو راح يكون it، الاختيار راح يكون it. How old، قلنا إذا نشوف old فراح نختار يا أما is يا أما are أو am، هنا أنا جاي سأل عن الوسام فإز. يقول the computer is too expensive، على اعتبار انه صفة غالي جدا. نجي match the following items، يعني اصل بين العبارات اللي انا عندي، اوصل العبارة بالارقام مع العبارة بالاحرف. what is the sweater made of، شوفوا هنا سألنا على صناعة السويتر made of، وانا ايش اسوي، اباوع منين مصنوع. شوفوا هنا، شوفوا هنا ذا سويتر مفرد، هنا كاتب it is made of wool، فالاختيار راح يكون دي، الاختيار راح يكون دي. اجي على الثاني، what phone would you like، اي تلفون تحب، الجواب راح يكون سي، راح يكون سي. can I help you، هل استطيع ان اساعدك، can I help you، فهنا الجواب راح يكون يسألني إليا، فيقول yes please I am looking from some boots، فالاختيار راح يكون B. where is the watch shop، يسأل عن مكان، where is the watch، دائما المكانات قد تكون بها اكو طوابق، شوفوا it is on the first floor next to pharmacy، يقع في الطابق الأول قرب الصيدلية. what are the jeans made of، هنا جمع، منين مصنوعات البناطيل، الجنس مصنوعة منين، من ال they are made of denim، يعني نختار اي. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال وراه، complete the following، اكمل العبارات التالية، mother mom father dad، الثاني hard safe cheap expensive، العكس مال expensive، احفظوها اعزائي الطلبة هاي مهمة. هنا جمع hand hands foot، هاي شاذة تصير feet، white whiter builder نفسها build builder، يعني نضيف لها er بناء، واضافة ال ing احنا قايلين لكم اذا الفعل انتهى بحرف صحيح وقبل حرف علة واحد نسوي نضعف الحرف الصحيح، يعني نكرره ونضيف ing. يقول هنا أنا choose اختار واحد من ذني، شوفوا choose the word، هنا اختار ذير لو ذي باعوا، بما انه انا جاي احكي عن فاعل فالفاعل اختار ذي، اختار ذي لازم هنا كابيتال، هنا كابيتال ذي، they are، شوفوا لان they are at school، نحن الان في المدرسة، ذير تملك، ابانا ذير ابوهم اجا، والاختيار راح يكون هنا ذي. نجي على الجمله الثانيه، يقول ماي فراغ، ماي شنو، فادر لو فاردر، الكلمه ماي فادر انا جاي احكي عن ابي، ابي هو مهندس انجينير، وهنا نبتون از فاردر بعيد، ابعد فاردر ابعد. اجي هنا ماي بيرنتس هاف ا سن لو سن، son ابن، فعندهم ابن and daughter، وهنا اقرب الكواكب العطارد اقرب المن الى الشمس، مركري اقرب الى الشمس.
not feeling very well because temperature is going up. شو يقول له هنا؟ شوف هنا your تملك تجي your you are not باعي انا اختار you are اختار capital you are not زين you are العفو هو كاتب you are اختار you are اجي هنا هنا your التملك لان درجة حرارتك مرتفعة هنا اقود اختار it is do it وهاي it is هنا تجي على اعتبار هاي الفاعل it is زين it is هنا اختار it is people اداة التملك people it is باعو هنا اجي it is people نجي على read write yes or no اجيب yes او no على paper is around us at home and in the class البيبر موجود في كل مكان عندنا الجواب راح يكون yes الجواب راح يكون yes يقول that doesn't want to buy laptop الجواب no الاب راح وهم ما راح رادوا يشترون لابتوب الجواب خطأ رادوا يشترون لابتوب we can send card on many special days يعني نحن نستطيع ان نرسل عد البطاقات التهنئة في ايام مخصصة الجواب yes نعم هنا يقول the car was invented before the telephone الجواب no السيارة اخترعت قبل الهاتف هنا you must be safe online صحيح يجب ان تكون امنا على النت هنا paper is usually made from cotton عادة الورق يصنع من القطن الجواب no يصنع من البيبر يصنع من مو من القطن نجي هنا بنكوليتد that following sentences يعني هذه جملة التنقيط فأول شيء أكتب what capital letter what باعولي هنا what is دبهو و باعو هنا what is يعني أكو كومة هاي كومة what is يعني what is مختصر the matter باسم capital letter با العفو باسم باسم زين نجي على الجملة اللي وراها الجملة اللي وراها هو انشاء choose A or B واحنا دازلكم هواي انشاءات اضافة الى معلمكم منطيكم انشاء الانشاء الاول تكلم عن هدية تشتريها والثاني اكتب عن ايميل النفس عن ايميل الى صديقك لهنا اعزائي انتهى درسنا لهذا اليوم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته